بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، وهو يتحدث عن الدعاء. قلنا أمس دعاء دائما وأبدا في غاية الأهمية، ولكن مع كثرة وتوالي مصائب المسلمين يتطلب منك مزيد من الدعاء، مزيد من الجهد، مزيد من سؤال الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إن قد يكون ده سلاحك الوحيد، سلاحك الوحيد في مواجهة عدو الله سبحانه وتعالى، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيده في نحره وأن يصف شره وأذاه عن بلاد المسلمين. يقول: إذا سألت فاسأل الله. ثم ذكر حديث مهم جدا، الحديث ده في سنن الترمذي وحسنه أهل العلم، ولأهمية هذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين النووي. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مرات يا أخي يجي لك خبر وانت مش عايز اقول مش مصدق به، يعني مقتنع بس مش 100% ليس كرأي العين، ثم يأتيك خبر رأي عين، مثل قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، أما تشاهد حدث من زي ما تسمع عنه. وما قالوا قديما إن الصورة تغني عن 1000 كلمة لأنك شايفها. ولذلك احنا في التعامل مع الله نقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أتعامل مع الشهادة كأني أراها، وأشهد أن محمدا رسول الله. يكفي إني أسمع عن النبي يبقى كل الكلام صدق وحق ويقين وواقع. أنا بقول لك ده مع الحديث ده إنك أنت تعتصم بالله قوي. الأحداث الجارية في غزة تريك رأي عين، رأي عين، ما تصنع عن بعض مثلا الأوصاف للدبابة التي مش عارف إيه وإيه وإيه، واحد يولع فيها بولعة، وترى ذلك حط بتاع كده إيه إيه. يعني مثلا كنت بقرأ عن بعض الأسلحة، لأن غالب الأسلحة من أمريكا، فبيعملوا السلاح ده بيضربش السلاح الأمريكي، يعني يجي يضرب كده في الهواء يضرب، يجي يضرب على سلاح أمريكي معدة تانية ما يضربش. فهم الفلسطينيين يدخلوا عليها بعض الأشياء البسيطة كده فتغير الفكرة والبرنامج، يقوم بأربجة عادي، يقوم ضايب على الدبابة اللي هي يقول لك الجدار بتاعها مش عارف إيه والقوة بتاعتها إيه ومش عارف تعمل إيه، تلاقي تنفجر. هي دي معية الله يا جماعة، هي دي إنك تبقى مع ربنا. البنت الصغيرة اللي مطلعينها من تحت الأنقاض تقول: أنا شفت ضوء، يعني نور، وقعد يكلمني وقعد يقول لي تعالى كده وروحه كده، لغاية ما ربنا نجاني. الله عز وجل يثبت، والله يؤيد. وكما نصر نبيه يوم بدر ويوم حنين بجنود لم تروا، ملائكة تخوض المعركة، يجي يضرب بالسلاح يلاقي الميت العدو سقط قبل أن يأتيه، ملائكة بتحارب معهم. وده شيء مش يعني من نسج الخيال، ولا قصة من 1000 ليلة وليلة، ولا حكايات يعني كده، لا لا، يرى الناس رأي عين، وبعضها يؤتى به. يعني يقول لك الزاوية بتاع الرؤية بتاعتهم 360 درجة، يعني من أي جهة يشوف، مفيش حاجة تخفى عليه، ويقوم داخل بس بآية أو بجزء من آية: وجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طب ده هو لا يبصر، طب والدبابة كيف لا تبصر؟ قدرة الله قوي قوي متين سبحانه. والناس في أزمة، ليس في أزمة مادية،
ولكن في أزمة ثقة في الله إنها توقن أن الله كبير أكبر من كل كبير، وأن الله عظيم أعظم من كل عظيم. مش خطبة الجمعة ولا كلمة في درس، واقع يشاهد في الحياة معايشة. ولذلك أنا أرى كخطيب أفضل ما تكلم به الناس، أنا أقول لهم كده، لو احنا بنشوف حاجة كده مش على مزاج أم ضايا وش، فأنا عايز أضايا وش كده وأقرأ لك صفحات من تاريخ الأمة المجيد أكتر من كده بكتير. يا جماعة كانوا في غزوة بعد نسلم في معركة وما فيش معهم مية، ومعهم واحد من الأولية العلاء بن الحضام، يقول لهم يا رب نزل مية، تنزل مية عليهم بس عايزين يعبوا الفرات، هذا النهر العظيم زي النيل كده، والجيش وخيل. فسعد بن أبو وقاص يذكر لا قل اعبروا، الجيش كله يعدي كأنه على اسفلت. التاريخ مليان يا جماعة لما الناس تروح لربنا. هذا الطفل الصغير اللي وقف الملك وقف الأمة كلها ويقول له لست بقاتلي حتى تسمع كلامي، ولا يقتله إلا لما يسمع كلامه، يقول بسم الله رب الغلام. فلما يصنع ذلك على ملأ من الناس كل الحضور يقولوا آمنا بالله. هذه قصة أصحاب الأخدود. أنا روحت الأخدود نفسه، روحت المكان، والله يا جماعة أول ما تدخل كده من البوابة تشعر بهيبة، لما تمشي على الطراب كده وتشوف الأماكن اللي فوق والأماكن اللي تحت، مناظر فعلا. قتل أصحاب الأخدود، قاعدين كده يعملوا الأخدود ويحطهم. مر على الأمة أحداث عظيمة جدا، وكم من مرة يكون الإسلام ضعيف جدا ويقويه الله تبارك وتعالى. أحد القصص التي ستمر معنا إن شاء الله في الخطب كده، كان 21,000 يواجهوا نص مليون، يموتوا في لحظة واحدة 60,000، والباقي يهرب زي الفئران والقطط. لكن قوة الله ديت يا غلام، مين اللي بيقول لعياله كده؟ قول له هلا عايزك تطلع كده مش عارف ايه، واللي مش عارف ايه يبقى ايه. عبادة، شغل الشوارع، شغل الفاظ سوقية، الكلمات الطيبة معلش موجودة في البيت، وخر البركة هربت، ما عادش مجالس قرآن، ما عادش مجالس أحاديث، فتجد البيت فيه فلوس كتير وفقير، في صحة وشوية هوا يوقعوه في الأرض، منظر بس، شكل بس. لكن قوة الإيمان اللي خلت الصحابة لما يضحكوا على ابن مسعود قال مما تضحكوا، تضحكوا على إيه؟ قال رسول الله انظر إلى دقة ساقي، قال لهما الساقين بس في الميزان أثقل من جبل أحد. أمال ابن مسعود ده يبقى إيه؟ يبقى بتقول المدينة كلها العاصي المذنب أيامه يا جماعة، العاصي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت فطهرني، لما واحد سبه قال لا تسبه، فلقد تاب توبة لو وزعت على 70 أو 80 بيت من أهل المدينة لوسعته، بيت من بيوت المدينة اللي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. المرأة الزانية أيام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها وشرفها لما لعنها خالد أو غيره. شوف العصاة والمذنبين كان فيهم إيه؟ الرجل اللي كان كثيرا ما يؤتى يجلد في الخمر يشرب ويتجلد، فواحد لعنه وقال ما أكثر أن يأتي ويجلد في الخمر، في النص قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. محتاجين الأمة ترجع لربنا شوية. إني أعلمك كلمات غالية قوي، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، قم بالواجبات، اجتنع النواهي يحفظك الله، وسترى ذلك في حياتك، حفظ الله ورعاية الله وتجد البركة في أمورك. احفظ الله تجده تجاهك، خلي ربنا هو اللي موضع نظرك، سيبك من الناس وكلام الناس، كل ده في الفاضي ولا يعملوا لك حاجة. إذا سألت فاسأل الله، خلي كل أمورك بينك وبين ربنا. ممكن تتأخر شوية، النبي فضل محبوس في شعب أبي طالب 3 سنين، 3 سنين ربنا بعت الفرج من أوسع الأبواب، جايز الخير بتأخر شوية ويجي أجمل ويجي عوض ويجي ينسيك كل الآلام والهموم والغموم. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم علم يقين بقى إن الأمة دي كلها مش أمريكا وأوروبا مع إسرائيل، والله آيات يا أخي، شهر الوقت، شهر
شهر وحتة عزبة شارع حي ولا أدين عليه، لا أدين عليه في السماء ولا أدين عليه في الأرض ولا تحت الأرض. آيات عشان تبين إن فعلا الأمة لو اجتمعت على نفع أو ضر لن يستطيعوا إلا كلمة ربنا. إذا أراد النفع يكون، إذا أراد الضر يكون، غير كده مفيش. رفعت الأقلام، الكلام ده كتب وخلص منه، وجفت الصحف، ولن يكون إلا ما قدره الله. فأسأل الله أن يقدر للأمة الخير، أن تعود إلى رشدها وإلى طاعة ربها وسنة نبيها، فيمكن الله تبارك وتعالى لها، هو لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.